معانا بعض التصاريح كده، بعض التصريحات، فنشوف قالوا وقلنا ايه. ده أول تصريح معانا، كابتن حسين لبيب: زيزو ليس للبيع والاعتذار شرط العفو عن فتوح. رأيك؟ أكيد كابتن حسين يعني له كل الاحترام في تصريحه، إنما بتكلم عن رأي الشخص المتواضع اللي هو أصلا أنا مش صاحب قرار في الموضوع. أعتقد زيزو لو اتباع هيحل مشكلة كبيرة جدا جدا للنادي، واعتقد هدف من اهداف كره القدم بشكل عام زمالك او غير الزمالك انه هدم الاستثمار، حتى لو كان الاستثمار ده ما كانش شخصي، يعني مش زي الانديه اللي هي الخاصه، بس عشان خاطر كمان انك انت تحيي. وبعدين ان اجلا او عاجلا زيزو ربنا يديله عمره الصحه هيبطل، ففي الاخر هو يستفيد والنادي يستفيد. يعني حضرتك مع بيع زيزو؟ انا رايي كده. وفتوح؟ طبعا بالعكس، يعني خد بالك كابتن سيف، يعني مساله الاعتذار معايا انك انت تعتذر عن شيء خطا عملته، ففي الاخر هو ربنا سبحانه وتعالى صح بيغفر. بيغفر. ما بيقولوا له ب 3 مليون دولار ولا نبيعه لفريق محلي؟ استاذ محمد مصلحي، لو جاب 3 مليون دولار طبعا، لو جاب مليون دولار بس اعتقد ان هو يكون كويس، يعني مليون ونص كويس. مليون ونص كويس. اللي بعده: اوفا وحمدي معروضين للبيع ومحدش كلمني في الاهلي، ايمن الشراي رئيس امبي. يعني اعتقد ان امبي عنده ميزه كويسه قوي، ان اللعيبه اللي يعني بيشتغل بشكل كويس، يعني ما عندوش مشكله ان هو يتمسك بلاعب. اوفا لاعب كويس جدا، وحمدي اكيد لاعب كويس واثبت نفسه، بس لسه شويه عليهم يعني. بس هما يلعبوا في الاهلي؟ لا مش دلوقتي. مش دلوقتي. مفاوضات الاهلي مفتوحه معانا لضم عمر كمال عبد الواحد. دكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر. هو طبعا اكيد كلام مصدق الدكتور وليد، بس اعتقد ان التصريح لو كان من الاهلي اعتقد كان هيبقى اوضح او اوقع. يعني هل الاهلي فعلا طلب عمر ولا لا؟ بريرا لا يعالج اخطاء الحكام في الدوري العام، كولر المدير الفني للنادي الاهلي. انا ضد اي مدرب حقيقة كولر او غيره ان هو يعلق على الحكام، واعتقد ان لو في يعني عايز اقول لك ايه قانون او في حاجه تلزم المسؤولين عن الانديه ان هم ما يتكلموش على الحكام علانيه زي ما بنشوف كل الدوريات الاوروبيه. صح. اعتقد هيفرق كتير جدا. مليون جنيه للانديه المنسحبه من بطوله كاس الرابطه، الحاج عامر حسين. اعتقد ممكن بعض الناس تضحي بمليون جنيه، يعني لازم يكون في ربط او يكون في الزام على الانديه ان هي تلعب كاس الرابطه، لان ده بطوله مهمه جدا بينظمها اتحاد الكوره، فلازم اي بطولات تنظم من اتحاد الكوره لازم تحترم من كل الانديه. سمعت خبر ان ممكن الزمالك يلعب 2005 بطوله الرابطه. رايك؟ لا انا ضد الكلام ده الحقيقه. ضد الكلام ده. تمام.